الاهلي في الفتره اللي فاتت كان بيحا يعني بيحصروا اخبار كثيره جدا ومشكلات كثيره جدا والحقيقه يعني عايز اتكلم عن من ضمن المشكلات او التحديات دي طبعا ملف الكوره هنرجع له بالتفصيل لانه ملف كل الناس منتظره التحديات الكثيره أوي او الكبيره اللي كانت بتواجه النادي الاهلي ما كانتش سهله كمان مش بس على قد يعني كترها النهارده كمان كان من ضمن التحديات دي لائحه لائحه ووضعتها أعضاء الجمعية العمومية وكتبت بصياغة أو اتصنعت من قبل الجمعية العمومية لما يخدم الصالح صالح النادي النادي الأهلي كلمنا عن هذا التحدي تستور. أه طبعا هو تعليق على كلام حضرتك بالنسبه للتحديات او المشكلات او الحاجات اللي هي بتواجه ده طبيعي ان كمج... نادي الاهلي ده الحمد لله يعني اكبر نادي في الشرق الاوسط يعني من اكبر الانديه الموجوده في الشرق الاوسط اكبر نادي عربي فبالتالي لازم يكون دايما قدامك تحديات كتيرة. ده طبيعي يعني. هو الاهم ان هو دايما تكون شخصيه الاهلي موجوده. <applause> شخصيه الاهلي دي حاجه هي مش شعار برضه. هي مكونات معينه بنلتزم بيها كلنا على مدار العصور شخصيه النادي الاهلي هي انضباط سلوكيات آه، معهم فكرة بطولة بس بيتقدم كلمه الاهلي فوق الجميع مش طولنا بنقول الاهلي فوق الجميع اللي هو الاهلي فوق جميع ابنائه مم. لو تعارضت مصلحه الشخصيه مم. مع مصلحه النادي الاهلي فالاولى هي مصلحه النادي الاهلي صح. وفي ص... تاريخنا ده كله في مواقف كلنا كتير. وكابتن هاني طبعا عارف بنقعد نستشهد بيها يعني. احنا لغايه دلوقتي السنه اللي فاتت كان في زي ما بنحكي في الثمانينات كابتن حسن حمدي خد قرار 18 لعيب قبل ماتش مهم ماتش الزمالك كابتن وقف و... و... وبنحكي القصه دي حفاظا وما همهمش وقتها موضوع نتيجه الماتش الاول هو انضباط م. وكسبت الانضباط وكسبت البطوله السنه اللي فاتت كابتن محمود الخطيب وصل من المشرف على باس تنس الطاوله ان في اثنين من ولادنا في النادي عملوا حاجات مخالفات يعني فكان مفترض يقع لهم جزاء حاجه تخرج عن روح النادي الاهلي عن مم. شخصيه الاهلي كابتن محمود الخطيب خد قرار على طول مباشره بان هم يتم يرجعوا تاني القاهره يرجعوا مصر تاني ما هو ده يا استاذ كان عندنا بطوله مهمه والماتشات شغاله مم. مم. و... وما كانش في المقام الاول انك تكسب المقام الاول هو الانضباط صحيح اللي هي م... ما زلت مصر عمرها ما كانت شعار في تاريخ النادي الاهلي وكسبت البطوله برضه صحيح لان هو في, في النهايه هو التحضير مع الاخلاص مع روح الفانيله الحمراء احنا حتى كنا مسمين البرنامج تحت كده كنا كاتبين مجلس بروح الفانيله أيوه. الحمراء أيوه. اللي هي بتعني كتير جدا مم. شخصيه النادي الاهلي جواها شخصيتك كمان كعضو مجلس اداره النادي الاهلي ان في بتفرض عليك التزامات وواجبات تجاه النادي الاهلي. صحيح. آه عضو مجلس اداره النادي الاهلي بالنسبه لنا هو اراءه كلها نختلف جوه مجلس الاداره ده طبيعي, طبيعي. جدا. طبيعي. آه ده حاجه صحيه انما في النهايه بيخرج كل اعضاء مجلس الاداره على قلب رجل واحد في اي قرار النادي المجلس بيتخذه. آه البعد عن اي مهاترات هي دي شخصيه النادي الاهلي. ايا يكون المهاترات من اي نوع تلفظ غير والكلام ده آه، انت بتعمل ايه الطرق القانونيه والشرعيه وابو تصر عليها صحيح. أيه. انما غير كده ما بتدخلش في اي متاهات تقلل من قدر النادي الاهلي ده حقيقي ده حقيقي وده من خلال من خلال حاجات كتير جدا ملفات وازاي حلتوها ومجلس الاداره تحدى ملفات كتيره جدا ودايما كنت بقول عنصر الوقت كمان مهم جدا ازاي تطلع بقرار في الوقت دوت ده وده كمان مهم